فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب، إلى بداية المجتهد. وابتدى المجتهد كما قلنا بأنه يعني كان تدريبا للملكة الفقهية، وصراحة ما شاء الله في الملكة الفقهية هناك علو من صبر عليها، ويعني حقا بلغ المنزل. سبحان الله، أنا سعيد جدا بهذه الملكة وبمن أتقن ما فيها. إن شاء الله اختبار أخير يكون الأسبوع القادم. رضي الله عنك، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا على هذا الدعاء. شرفنا الله بكم جميعا، الله يرضى عنك، أكرمك يا ربي. طيب، هنا يقول الجملة الثانية في بداية المجتهد، الجملة الثانية: هل يجوز قطع الأذان في الهاتف؟ نعم يجوز، لأنه ليس أذانا. قال الجملة الثانية في الشروط، في الشروط نتكلمنا هنا، الصلاة لها شروط ولها أركان، وما الفرق بين الشرط والركن؟ هما يتفقان ويفترقان. يتفقان بأن الثمرة واحدة، إذا خلى الشرط، إذا خلى الشرط عندك بقى عبد الرحمن يا ميت يا مقتول، أما سمعت ما نصحتك به أنت تتقطع في طلب العلم، وتتقطع في طلب العلم ضياع، مضيعة مضيعة. طيب، الشروط والأركان يتفقان في الثمرة، إذا خلى العمل من الشرط بطل، وإذا خلى من الركن بطل. طيب، يفترقان بأن الركن في ماهية الشيء داخل الشيء، والشرط يكون خارج الشيء. نعم، والشرط غير الركن. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الوجود. الوجود وعدم، هذه شرحها بعدين. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والركن ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا الوجود والعدم. سنبين إن شاء الله ذلك عندما يتأتى في الأصول. طيب، هو قال الباب الأول في معرفة الأوقات، وهذا الباب ينقسم إلى أولا إلى فصلين. الفصل الأول معرفة الأوقات المأمور بها، ومعرفة الأوقات المنهي عنها، وهذه مسائل مهمة جدا في هذا الباب. يقول في الأوقات الموسعة والمختارة. إيش الأوقات؟ الأوقات هنا، لأن الواجب واجبان، واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يسع مثله في وقته، الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يسع مثله في وقته، كصوم رمضان، ما في إلا صوم رمضان ما يسع. والواجب الموسع هو ما يسع مثله في وقته، كصلاة الظهر. صلاة الظهر واجب موسع، يستطيع المرء في صلاة الظهر أن يصلي نافلة مطلقة، وأن يصلي نافلة راتبة، وأن يعيد صلاته عندما قال بقضاء صلاة الفائتة يقضي فيها الصلاة، يعني يسع مثله في وقته. والدلالة على ذلك أن جبريل جاء للنبي الأمين عندما زالت الشمس فقام في صلاة الظهر، ثم جاء في اليوم التالي نعم صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله، عندما صار ظل شيء ظل كل شيء مثله، لما صار ظل كل شيء مثله صلى به وقال الوقت بين الوقتين، الوقت هذا بين الوقتين. لا ما في أعذار، ما في أعذار، أنت متكاسل، هذه منتهية يا عبد الرحمن، أنت متكاسل، أمرك منتهي، أنا أعرف ذلك، والعلم لا يمكن أن يصل بهذه الطريقة. نصحتك كثيرا وبينت لك العلم، والتقاعس فيه لا يثمر بحال من الأحوال. ستفعل بقى وتقول لي أنا وأنا ما بترك وبذهب لجميع أهل العلم، لن تثمر. أنا هذه فيها حدة عليك، لأني أعرف أنك تتقاعس، وأن هذا أكثر طلبة العلم لا يطلبون العلم، عندهم أماني في الطلب، ما عندهم شدة في الطلب، عندهم أماني. وما يتمنى المرء لن يصل إليه إلا بوجود البذل، والبذل في العلم أمر آخر. المهم، نقول هذه آخر نصيحة أنصحها لك، لأنني قلت لك كثيرا أنا يعني أهتم بطالب العلم حتى أجد أمرا معينا يجعلني أقول اجعله في الدائرة التي هو فيها وفقط.
وأقول بأنه إن كان واجبا موسعا كما قال له الوقت بين الوقتين، إذن عليه أن يتابع العبادة ويأتي بمثلها ومن جنسها في وقتها فيكون واجبا موسعا. والواجب الموسع نظرة أصولية في هذا الباب، هذه رحمة الله في التشريع بالعباد، أن يجعل الله لهم في الواجبات الموسعة، وهي الأغلب، الأغلب أن الواجب موسع ليس مضيقا على الإنسان. فالتشريع كله للتيسير على الإنسان، أن يسرع وأن يلج إلى مرضات الله جل في علاه بأقصى سرعة إلى الله جل في علاه. فالغرض المقصود بالأوقات هي أوقات موسعة ومختارة وأوقات مضيقة. قال الأصل في هذا الباب قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وطبعا هذه إذا قلنا بأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والوقت بين الوقتين فيها دلالة واضحة على أن الصلاة التي هي العبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا انطبق الوصف عليها تأقيتا وتصويرا. فمن صلى قبل الصلاة بالإجماع صلاة باطلة لا تصح، ومن صلى خارج الصلاة صلاة باطلة، يعني خارج الوقت يعني بالإجماع، إلا 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 إذا كان قضاء عند الجمهور، قضاء سواء تعمد الترك أو من نسيان أو انشغال، أو كان من عند المحققين الذين أدين الله بقولهم إن كان انشغالا أو نسيانا فتقبل، غير ذلك لا تقبل. لأن الله تعالى عندما تعبدنا سبحانه وتعالى تعبدنا بما يحب ويرضى بوصف يرضاه ويريده، فإذا وجد الوصف وانطبق صح بعد ذلك صحت العبادة على هذا الوصف والانطباق، وإلا فلا. لذلك قال الأصل في ذلك قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله ما أدري عبد الرحمن ماذا سأهشم رأسك أم سأحن عليك، ما أدري، عندما أراك سيتحدد الموقف رضي الله عنك. قال المصنف واتفق المسلمون على أن للصلاة الخمس أوقات، خمسا هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل. ثم دخل على المسألة الأولى، قال اتفقوا في وقت الظهر، المسألة الأولى وقت الظهر، اتفقوا أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزواج. شوف قال لا تجوز قبله، وهذا كما قلنا الذي يستفاد من الآية إلا أن الصلاة كانت من الكتاب موقوتا. واختلفوا منها طبعا، قال إلا خلافا شاذا، والخلاف الشاذ مردود غير معتبر. وروي عن ابن عباس وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي أنه تكون قبل زوال. واختلفوا منها في موضعين، في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي أبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا الموسع، وهذا صحيح لأن جبريل جاءه في اليوم التالي بعدما صار ظل كل شيء مثله فصلى وقال الوقت بين الوقتين. أخذ ذلك مالك والشافعي وأبو ثور، وأيضا قول أحمد وقول داود. أنا أستغرب أن يأتي بقول أبي ثور وأن يأتي بقول أحمد يعني صراحة، وهذا أيضا من المآخذ على كتاب بدات المجتهد أنه يقلل جدا من النقل عن أحمد. وداود الظاهري وهو أن يكون ظل كل شيء مثله، أما أبو حنيفة قال آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في أحد الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر. وقد روي عنه أنه إذا أخر وقت الظهر هو المثل، إن آخر وقت الظهر هو المثل وأول وقت العصر المثلان، يعني جعل ما بين الظهر والعصر وقتا ليس فيه انشغال بالصلاة، وأن الوقت بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر، وهذا كلام ضعيف جدا بل يقال شاذ. لكن قال المصنف رحمه الله تعالى وسبب الخلاف بينهما في ذلك الأحاديث، اختلاف الأحاديث، لأن يعني في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في أول يوم الأول حين زالت الشمس، هذا إجماع أول وقتها إجماع أو اتفاق كما قلنا بزوال الشمس. وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، ثم قال الوقت بين هذين الوقتين، وهذا مستمسك الجمهور، هذا مستمسك الجمهور. وروي عنه أيضا أنه قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس،
أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراءة قراءة، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا. طب ما في التصريح بصلاة العصر مع أن احتجاج الأحناف ذلك؟ لا 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 يرجع للتعصب أبدا، لا 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 لا. المسألة هو يرى بأن أقوال أحمد أثرية أكثر منها فقهية، يرى بأن أقوال أحمد أثرية أكثر منها فقهية لكن ليس للتعصب أبدا أبدا. يقول فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراءتين قراءتين وأتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراءتين قراءتين. فقال الكتاب ربنا أعطيت هؤلاء قراءتين قراءتين وأعطيتنا قراءة قراءة ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجلكم شيئا من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل يؤتي من أشاء. فذهب مالك وشافعي إلى حديث جبريل وذهب أبو حنيفة لمفهوم ظاهر هذا الحديث اللي هو الطويل في القراءة اللي هو منتصف النهار، هو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر. هذا عن مفهوم الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة. أن يكون هذا هو آخر وقت الظهر، يعني ظل كل شيء مثله. قال أبو محمد بن حزم وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الأمر فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى 9 ساعات وكسر. قال القاضي أنا الشاك في الكسر وأظن. قال والثلث حجة من قال بتصل وقتين يعني اتصالا لا بفصل. إذن الصحيح الراجح في المسألة الأولى هو أن أول وقت الظهر باتفاق زوال الشمس، تحرك الشمس عن كبد السماء. آخر وقت الظهر بالتنصيص، ولما ندخل في المشتبهات والمحكم يقدم على المشتبه. التنصيص قال فصلى به عندما صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت بين الوقتين، يعني جعل أول الوقت زوال الشمس وآخر الوقت ظل كل شيء مثله. هذا صحيح. قال في المسألة الثانية قال أما وقتها وحجة من قال بتصلي الوقتين قول لا يخرج وقت الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، وأيضا لأن جبريل جاء للنبي الأمين فصلى به حين صار ظل كل شيء مثله، ففيها دلاله الآن في هذا الباب. قال إنما التفريط في اليقظة أن يترك الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال أما وقتها المرغب فيه والمختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت واستحب تأخيرها عن أول وقت قليلا في مساجد الجماعات. قال الشافعي أول وقت أفضل إلا في شدة الحر لقول أبردوا بالصلاة، وروى مثل ذلك عن مالك. وقال الطائفة أول وقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر وفي البرد، وإن اختلفوا في ذلك لاختلاف الأحاديث لقوله إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والثاني أنه كان يصلي بالهاجرة، والثالث حديث خباب أنهم شكوا إلى حر رمضاء فلم يشكيهم. حق نادي الحديث هو يقول لما سئل في الظهر قال نعم، قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. فراجع قوم الحديث الإبراد إذ هو نص، وتأولوا هذا الحديث إذ ليس بنص، وقوم رجحوا هذه الحديث لعموم ما روية من قول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال صلاة الأول وقتها. طبعا الأول وقتها هذا الحديث ضعيف، الصحيح على وقتها، هذا يطبق عليه وهذه زيادة لأول وقتها مختلف فيها، هذا صحيح. أقول إخوتي الكرام باسم صلاة الظهر أرجح الأقوال في هذه الأقوال الثلاثة وقول الشافعي، وهو الفضيلة للمنفرد وللجماعة أن يصليها في أول الوقت، الفضيلة للمنفرد وللجماعة أن يصليها في أول الوقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، قصد ذلك في رواية قال لأول وقتها وإن كانت ضعيفة لكن استأنت بها، ولأنها من باب المسابقة والمصارعة في الخيرات والتنافس فيها. وأما إذا اشتد الحر فالإبراد أولى، والإبراد يعني يناسق لقولي أنهم شكوا إلي حر رمضاء فلم يشكيهم، كان في أول الإسلام حتى أوحى الله إلي أن يبرد إذا اشتد الحر فأمرهم وقال إذا اشتد الحر فأبردوا، فيكون هنا الفضيلة عامة للمنفرد وللجماعة في أول الوقت إلا في شدة الحر يكون الإبراد هو الأفضل، وبهذا تلتئم الأدلة وبهذا يكون القول الراجح في الأقوال. هذه المسألة الأولى في بداية المجتهد في مسألة الشروط. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من دروس الليلة، وأيضا قضى الله لنا مسألة بداية المجتهد. ساعة أو ساعة ونصف سأنضبط، ولأنني ألام على
على الوقت أنا أعطيه وأزيد، حقا هذا خطأ مني جدا، وناصح أمين لبيب ينصحني بلطف وبأدب على ذلك، سأحاول والله، لأن الإشكال كل الإشكال أنني يعني كما ترون لا اجتماعيات عندي، يعني حتى الإخوة الذين يحتاجون إلي في أسئلة وفي مشكلات وفي معضلات ما أحلها إلا وأنا في الدرس، حتى أدني يعني إذا دعوني إلى فطار إلى أي شيء بيكون معي كتبي ومعي عدتي من أجل أن أدخل الدروس. فحاولت بعد ذلك حتى لا أشوش عليكم بالجلوس معهم أن أنهي المشكلات التي لهم وبعد ذلك أعود إلى الدرس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن ييسر لكم أمركم. يعني أنا شوف أنا حقا يؤثر في الغزل فاهمني والرفق، لكن أنا 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 الآن مشتاط غيظا منك، فسأتدبر كلماتك العذبة، فإن وجدتها دخلت سهما فاستقرت فالحنو لك والرقة، وإلا سأبقى على ما أنا عليه. رضي الله عنك يا عبد الرحمن، أحسن الله عليك، جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليك يا سمراء، رفع الله مقامك، جزاكم الله خيرا، نفس الزكية وجزاكم الله خيرا يا سمراء. رضي الله عنك يا أيتها الهاشمية العراقية، أهل البيت فوق رؤوسنا جميعا، ولقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل خير لنا من قرابتنا. رضي الله عنك أنيس، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك وأن ينصر بك السنة وأن يجعلك ممن قام بحق التوحيد في بلادك وفي غيرها. رضي الله عنكم جميعا. شوف من أوقات النهي عن الصلاة قبل الزوال عند عدم وجود ظل صحيح. نعم هذا هو أستاذ أحمد، الحمد لله أن طمأننا الله عليك. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك ويشكر لك ويحسن إليك إحسانك وبرك وعطائك وإفضالك وأيضا حرصك الشديد على العلم. نعيم أنت الآخر ستضرب ضربة أعظم مما تكون، لكن ليس الآن، أنا أنتظر أنظر في عملك كيف هو الذي يعطلك، وبعدين الحساب معك يكون عسيرا. أما إذا القبلة وحدك في الهواتف نزلت برامج الآن تستطيعين أن هذه القبلة تقريبية فميزيها، والآن وجب علي أن أسرع بالاستئذان منكم، ولذلك الله خيرا، أحسن الله عليكم. نعم نتشرف بإذن الله، رضي الله عنك. مع أهل البيت التعريف بأنفسهم أم الأولى التستر؟ والله الأولى أن يعرفوا حتى لا يهدر حقهم، وحقهم مهم يا أستاذ محسن، لأن قرابة رسول الله لابد أن تعظم وأن تحر وأن تحترم وأن يحقق فيهم قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وعترتي أهل بيتي. رضي الله عنك نعيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.